الشتا نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع الطريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسوي كلاس ونحضيو من الكليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمى، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمى. فوق الشتاء نزيد ونردو البال.